مساء الخير شباب، اليوم في عنا عملية جراحية بسيطة جدا للابتوب الـ MSI GF الـ63 أو الـ63 من السيريس الثين 11 SC. رح نقوم بتفكيك هذا اللابتوب ونتعرف بشكل عام على القطع الداخلية الموجودة فيه. وأكيد يا شباب قبل ما نبلش هالفيديو يا ريت تعطوني لايك عليه لحتى يزيد انتشاره. عم تشوفونا أول مرة، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم صيانة اللابتوبات. هلا يا شباب نتحدث عن مكونات هذا الجهاز بشكل سريع وشو فيني طور فيه. أول شيء بالنسبة للرامات، هذا هو المكان الخاص فيهم. طبعا هذا الجهاز بياخد حتى 64 جيجا من الرامات، 32 جيجا ب 32 جيجا. طبعا الرامات اللي بيركبوا عليه هن DDR4. أما بالنسبة للبطارية فهذا هو المكان الخاص فيها، في إلها عدة براغي، كذلك الأمر هذا الكونكتر الخاص بالتوصيل فيها. عندي مروحة التبريد بهذا المكان مثبتة بثلاث براغي، فيني فككها وغيرها وغير المعجونة الخاصة بالتبريد على المعالج وكرت الشاشة. وطبعا أكيد كتلة التبريد بتوصل للفيرام الخاص بكرت الشاشة والترانزستورات المحيطة بالمعالج. أما بالنسبة للتخزين بهذا الجهاز، عندي الـ M.2 NVMe بهذا المكان، ممكن تركب 1 تيرا 2 تيرا على حسب السعات المتوفرة عندك. كذلك الأمر عندي منفذ للساتا بهذا المكان، بإمكاني ركب هارد ساتا إما SSD وإما ميكانيكي، وفعلا أنا رح ركب هارد SSD 480 من كينغستون، رح ركبه بهذا المكان لحتى أخذ سعة إضافية بهذا الجهاز. وعندي كرت الوايرلس بهذا المكان. كذلك الأمر بالنسبة للبفلات، مكبرات الصوت موجودين عندي على الأطراف. وبعد ما ركبت هارد الساتا أو الـ SSD الساتا بهذا المكان، ما في داعي لتثبيته بأي برغي، لأنه هو بطبيعة الحالات في عندي أظافر بهذا المكان بتمنع من انزلاقه لخارج الجهاز. وهيك يا شباب انتهينا من تطوير هذا الجهاز بهارد الاس اس دي اللي شفتوه، وشرحنا شرح سريع عن مكونات هذا الحاسب. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.